أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري والتغطية الخاصة مباشرة من قناة الجزائر الدولية. هدوء حذر يسود باحات الأقصى، مدينة القدس كذلك عموما، والجمعة الثالثة في شهر مبارك وثالث أيام عيد الفصح اليهودي. قبل قليل مشاهدينا حاولت مجموعة من المستوطنين الوصول إلى باب الحديد لأداء صلاة تلمودية، ما تسبب بحالة من التوتر. ولمتابعة التطورات مشاهدينا ينضم إلينا من غزة الدكتور تحسين الأسطل. دكتور صباح الخير، إلى أين تتجه الأمور؟ صباح النور. يعني الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية إلى الأراضي الفلسطينية من خلال تصعيد الأجواء في المسجد الأقصى المبارك واستفزاز المسلمين في كل مكان للهروب من هذه الأزمة الداخلية والفشل الذي وصلت إليه في كثير من القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي. ما نشهده اليوم هو برنامج واضح للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، تريد تهويد المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك على غرار ما حصل في المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل. وبالتالي مطلوب من المجتمع الدولي التحرك الفوري والعاجل لحماية الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات. ما رأيناه هو عملية استفزاز واضحة لما يتم الاعتداء على المصلين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان وفي كل أيام، ومنع الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلوات وصلوات الضحى ومحاولة تأدية الطقوس ودبح قرابين بحجج واهية من خرافات تلمودية واهية. بالتأكيد تتطلب من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الجريمة، وقف هذا التزييف للتاريخ والحقائق الواقعية على الأرض. وبالتالي نحن نرى أن هناك سرقة للموروث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية وحتى للمساجد والمقدسات الفلسطينية الدينية الإسلامية والمسيحية، واعتداء على كل ما هو فلسطيني على أرض فلسطين. وبالتالي بات مطلوب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن سياسة البيانات الهزيلة التي لا تشمل ولا تغني من جوع، واتخاذ مواقف واضحة تلجم هذه الحكومة الإسرائيلية من أجل حماية الاستقرار في المنطقة. نحن نرى أن الصمت وعدم اتخاذ إجراءات اتجاه ما يرتكب من جرائم في المسجد الأقصى المبارك هو شراكة واضحة مع الاحتلال ومع اليمين الإسرائيلي المتطرف وغلاة المستوطنين في هذه الجرائم، لأننا نرى كذلك دعم أمريكي مطلق للمستوطنات الإسرائيلية ودعم أمريكي كبير للأحزاب اليمينية المتطرفة، بل أن أغلبهم يحملون الهويات أو الجنسية الأمريكية. وبالتالي هذا بالتأكيد يفتح تساؤل، هل هي الولايات المتحدة شريكة في احتلال دولة فلسطين وشريكة في تدنيس المقدسات الإسلامية وشريكة في سرقة الأراضي الفلسطينية؟ بالتأكيد هذا هي المطلوب أن تجيب عن هذه الأسئلة بسبب الدعم لا محدود التي توفره للمستوطنين. حالة التوتر الموجودة يستطيع الرئيس بايدن إيقافها من خلال اتصال واضح وتهدف اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تستطيع أن تلجم هذه العصابات. ولكن الصمت على هذه الجرائم بالتأكيد هي شراكة في تهويد القدس وفي سرقة الموروث الفلسطيني والثقافة الفلسطينية وفي سرقة الأراضي الفلسطينية. ردات الفعل التي حصلت هي بالتأكيد ردات فعل طبيعية، ولا يمكن من كان يتوقع أن يتم تدنيس المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بهذه الطريقة والنساء والأطفال في داخل الحرم القبلي الشريف. من كان يتوقع أن يكون هناك صمت ولن تكون هناك ردات فعل، وبالتأكيد لا يعيش في هذا العالم.
ولا يعرف واقع الشعب الفلسطيني. كل الانتفاضات التي شهدها شعبنا الفلسطيني منذ ثلاثينيات القرن الماضي بل عشرينيات القرن الماضي كانت بفعل الاعتداءات اليهود والمستوطنين على المسجد الأقصى. طيب دكتور تحسين ابقى معنا، هذه صور مشاهدينا التي تظهر على الشاشة الآن تأتينا مباشرة من غزة. أعود إليك دكتور تحسين الأصل، هناك حالة توتر، اعتداء على المصلين طبعا بعد منع عدد كبير من الشبان من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الفجر هذا الصباح. هل ستكون هناك تطورات مع مرور الوقت وبدء توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد كل ما شهده محيط الأقصى فجر اليوم، وهذا طبعا بالتزامن مع طقوس عيد الفصح؟ يعني بالتأكيد استمرار منع المصلين وأغلاق المسجد الأقصى المبارك في رمضان وفي يوم الجمعة وصلاة الجمعة بالتأكيد هذا سيدفع إلى توتر كبير، وسيكون هناك ردات فعل على كل حوادث الاحتلال، أكثر من 400 حادث في الضفة الغربية والقدس، التي تمنع المواطنين الفلسطينيين سواء في الداخل المحتل عام 48 أو حتى في الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. ستكون هناك بالتأكيد الفلسطينيين سيريدون التوجه لأداء صلاتهم صلاة الجمعة، وفي ظل منع استمرار المنع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الحواجز التي تمنع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بالتأكيد ستكون هناك مواجهات مع جنود الاحتلال، وبالتالي هذا الواقع لابد أن يتغير من خلال إجراءات واضحة. ما ترتكبه دولة الاحتلال هو انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وكل المواثيق الدولية، وهناك والدولة الوحيدة التي أنشئت بقرار من الأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي وهي الوحيدة التي تضرب بعرض الحائط كل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، وبالتالي على الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمحكمة الدولية ومحكمة الجهاز الدولي أن يتحركا من أجل حماية القانون الدولي الإنساني، لأن العالم بات يدرك سياسة الكيل بالمكيالين والانحياز الدائم والغير مبرر من قبل المجتمع الغربي والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الاحتلال، وهذه الدول التي تتغنى دائما وتصدع رؤوسنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان في حين أنها تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه وهي تأدية العبادات في دور العبادة وفي المسجد الأقصى المبارك، بل وتوفر الحماية لدولة الاحتلال مجلس الأمن من ثلاث أيام عاجز عن اتخاذ أي قرار يدين إسرائيل بفعل جرائمها التي شاهدها العالم أجمع في المسجد الأقصى المبارك. وفي نفس الوقت وجدنا هناك تسابق من الدول الغربية المملكة المتحدة الأمريكية في إدانة بعض ردات الفعل التي حصلت من هنا وهناك، بالتالي هذا يظهر لنا صورة الانحياز ويفضح صورة الانحياز الأمريكي والغربي إلى هذه الدولة المارقة، هذه الدولة التي تضرب بعض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية والحقوق وحقوق الإنسان. طيب دكتور تحسين، هناك أيضا هناك أيضا حالة من التوجس داخل الكيان الصهيوني من الأداء العسكري بالنظر لحجم الخلاف القائم بين حكومة الاحتلال المتطرفة وجيش الاحتلال، بينما في المقابل هناك رضا كامل على أداء المقاومة الفلسطينية. يعني بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي هذا ما يريد أن يصوره للعالم هو يلف الجريمة، هو يلعب على المستوى البعيد، يريد أمامه هدف لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، ويريد تحقيق هذا الهدف في هذه الفترة كإنجاز لليمين الإسرائيلي المتطرف، يقدمه للمجتمع الإسرائيلي الذي بات تحت سيطرة هذا اليمين في الانتخابات المقبلة. بالتأكيد هم يريدون أن يظهروا للعالم أنهم صابرون كثير عن استخدام القوة، ولكن هذا ليس صبر بهدف أنه يعني
رغبة منهم، ولكن لأنهم لا يريدون أن يتم تدخل العالم من أجل في حالة أنهم نفذوا اعتداءات قوية على شعبنا الفلسطيني، العالم جميعا سينتبه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى المبارك وما يراد أن تقوم به الحكومة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وهي دعاية مغرضة دائما تريد دولة الاحتلال أن تظهر أنها تتعرض لاعتداءات، في حين هي المعتدي بالأساس، هي المعتدي بالأساس على المسجد الأقصى المبارك وعلى أقدس مقدسات المسلمين، وبالتالي لا تريد أن تظهر ردات فعل قوية تفتح عليها تدخلات دبلوماسية كبيرة وضغوطات دولية كبيرة أمام هذا ردات الفعل القوية والفعل المضاد. لكن في اعتقادي استمرار على اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك بهذا الشكل وبهذا الشكل الممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية وفي شهر رمضان بالتأكيد ستكون هناك تصعيد كبير تريده دولة الاحتلال، ولكن هي تريد أن تظهر للعالم أنها صبرت كثيرا، ولكن هي بالتأكيد من اعتدى أولا على المسجد الأقصى المبارك ومن اعتدى على العبادات ومن اعتدى على الفلسطينيين أثناء تأديتهم عباداتهم في المسجد الأقصى المبارك. أي ردات فعل مهما كانت هي مبررة، لأن القوانين والأعراف الدولية وفرت وأعطت للشعب الفلسطيني لكل شعوب الأرض حق الدفاع عن نفسه أمام الاحتلال، ودولة الاحتلال تحتل القدس منذ عام 1967 وهي دولة قائمة بالاحتلال، وكل المنظمات الدولية لم تعترف والدول لم تعترف بضمها إلى دولة الاحتلال، وبالتالي من حق شعبنا الفلسطيني أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل وكل ما أوتي من قوة من أجل رد هذا العدوان على مقدساته ومعتقداته وثقافته وموروثه وأرضه التي يراد سرقتها وسلخها عن شعبنا الفلسطيني. نعم. وبالتالي على العالم أجمع كما تحركوا في كثير من الدول الأخرى تحت دعاية حماية الديمقراطيات وحقوق الإنسان ووقف الاحتلال الذي تعرض له دولة، هناك دولة تتعرض للاحتلال والانتهاك مقدساتها أمام العالم ولا نسمع أي تحرك أو حتى بيانات. طيب دكتور تحسين الأصل، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل، أذكر أنك كنت معنا مباشرة من غزة. نتابع وإياكم الآن مشاهدينا هذه التغطية المستمرة، هذه الصور الظاهرة الآن على الشاشة تأتينا مباشرة من الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. إذن هدوء حذر يسود باحات الأقصى ومدينة القدس عموما، والجمعة الثالثة في شهر مبارك وثالث أيام عيد الفصح اليهودي. قبل قليل مشاهدينا حاولت مجموعة من المستوطنين الوصول إلى باب الحديد لأداء صلاة تلمودية، ما تسبب بحالة من التوتر، وفي المقابل آلاف الفلسطينيين بدأوا في التوافد لأداء صلاة الجمعة. إذن هذه الصور كانت فجر اليوم من القدس المحتلة، كان هناك وجود لافت لشرطة الاحتلال وحرس الحدود،
وكذلك اعتداء على المصلين في باب حطة بعد منع عدد كبير من الشبان من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. وكان هناك اعتداء على الشبان الذين احتشدوا فجر اليوم بالضرب المبرح، وقد بدأوا بالهتاف نصرة للأقصى. وكانت كذلك هناك العديد من الإصابات في صفوف الشبان المقدسيين. والذين نقلوا إلى المستشفى. إذن مشاهدين قناة الجزائر الدولية، تواكب معكم هذا الحدث لحظة بلحظة. كان عشرات المستوطنين الصهاينة قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الكيان، وذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال المسجد أثناء صلاة التراويح واعتدائها على المصلين والمعتكفين. لم تكد ساعات قليلة لتمضي على الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتكفين والمصلين العزل داخل حرمة المسجد الأقصى المبارك، حتى اقتحم العشرات من المستوطنين الصهاينة باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال تزامنا مع احتفالات ما يسمى بعيد الفصح اليهودي والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل. قوات الاحتلال المعززة بعناصر خاصة استبقت المستوطنين واقتحمت الأقصى وانتشرت بأعداد كبيرة في باحاته لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد، فيما قامت بإبعاد المرابطين داخل المصلى القبلي. اقتحامات تأتي بعد ليلة دامية شهدها المصلون داخل المسجد إثر اقتحام المئات من جنود الاحتلال مدججين بالسلاح لباحاته واعتدائهم بوحشية على المعتكفين والمصلين العزل خلال أدائهم صلاة التراويح، وصلت حد ضربهم بالبنادق والهروات لمنعهم من الاعتكاف بل وإجبارهم على مغادرة المسجد القبلي بالقوة. العدوان على الأقصى أثار استياء الأمم المتحدة التي أدانت الجريمة ودعت إلى محاسبة الكيان على انتهاكاته. هذا العنف فظيع في فترة تزداد فيها الحساسية الدينية، خاصة مع الاحتفال بشهر رمضان. تستمر السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية. أضف إلى ذلك العزلة الشديدة المفروضة على قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار يستمر منذ ما يقارب 16 عاماً. الوضع في القدس مرشح للتصعيد في ظل إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في وحشيتها ضد الفلسطينيين سعيا منها لتصدير أزماتها الداخلية، فيما يرى مراقبون أن العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته لن ينتج إلا مزيدا من المواجهة التي ستكلف الكيان غاليا. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طريقة مغلقة بطلب مشترك من فلسطين والأردن وبدعم من الإمارات والصين لمناقشة انتهاكات الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى. ويأتي هذا الطلب بعد الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي وإجبارهم على المغادرة بالقوة، تمهيدا لاقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة لتأدية طقوس تلمودية وذبح القرابين داخل المسجد الأقصى. هذا وأدنى مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أدنى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والذي أسفر عن إصابة وقمع واعتقال المئات من المصلين الفلسطينيين ما ألحق أضرارا بمبنى المصلى القبلي.
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن جلسة مجلس الأمن التي ستعقد أو التي عقدت الخميس ستناقش ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، معربا عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته. وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن المجموعة ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومكونات المجتمع الدولي عبروا عن إدانتهم للأعمال الهمجية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين السبت المقبل في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة السعودية. وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها اليوم أنه من المرتقب أن يبحث الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والمصلين. وأضافت أنه من المرتقب أن يلقي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه كلمة في الاجتماع يسلط الضوء من خلالها على التطورات الخطيرة التي يمر بها المحيط الأقصى أو المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وكان الطيران الحربي الصهيوني قد أطلق رشقة صاروخية على مناطق غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ تجاه موقع غرب مخيم أنصيرات وسط القطاع، محدثة أصوات انفجارات ضخمة وتدميرا وتخريبا في المكان. وأشارت الوكالة إلى أن الزوارق الحربية أطلقت أيضا عدة قذائف صوتية تجاه شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. إلى ذلك فرضت سلطات الاحتلال إغلاقا كاملا على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مع بدء أول أيام ما يسمى عيد الفصح اليهودي. وبموجب القرار جرى إغلاق كافة المعابر والحواجز التي تربط الضفة الغربية وقطاع غزة. أذكر مشاهدينا أن تغطية قناة الجزيرة الدولية للحدث لا زالت مستمرة، حالة من الهدوء تسود القدس في هذه الأثناء، وذلك تأهبا لوصول المصلين لأداء صلاة الجمعة. طبعا تغطية قناة الجزيرة الدولية ما زالت مستمرة، ابقوا في المتابعة.